السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. ردا على التصعيد الحوثي المستمر في تعز، قوات الجيش الوطني تستهدف مواقع ميليشيا الانقلاب في عصيفرة. نادي المعلمين يعلن استمرار الإضراب في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، والنقابة تقول إن المعاناة المعيشية بلغت ذروتها. صيدلية في المهرة تقدم العلاج مجانا للمصابين بالأمراض المزمنة بدعم من صندوق صحة مهري. تفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. اندلعت ليلة أمس معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة تعز، وقال المتحدث العسكري في محور تعز العقيد عبد الباسط البحر إن مواجهات عنيفة جرت بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي الإرهابية الليلة الماضية شمال مدينة تعز. وأوضح البحر في بيان مقتضب على صفحته بالفيسبوك بأن ميليشيا الحوثي استهدفت مواقع قوات الجيش في جبهات عصيفرة بقذائف الهاون، ما اضطر قوات الجيش للرد على مصادر النيران الحوثية. يشار إلى أن ميليشيا الحوثي تواصل تصعيد هجماتها العدائية ضد قوات الجيش والأحياء الآهلة بالسكان في مدينة تعز ومحيطها منذ أسابيع. قصف وقنص واستهداف وحصار وطيران مسير وألغام تطال المدنيين في تعز على مدى أكثر من 8 سنوات، وسط وعود عرقوبية وأمان كاذبة بفك الحصار عن ملايين الناس الذين باتوا بين فكي الحقد الحوثي والتجاهل الأممي. نتابع. للعام 8 على التوالي لا تزال مدينة تعز تتعرض لعقاب جماعي وحشي من خلال الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على المدينة، وسط تأكيدات حكومية مؤخرا عن وصول التفاوض مع الميليشيا الحوثية بشأن فك الحصار على تعز إلى طريق مسدود. ولم يكن الحصار الحوثي المفروض على تعز هو الجريمة الوحيدة التي ترتكبها الميليشيا الإرهابية بحق سكان المدينة، فجرائم القتل والإبادة الحوثية وجرائم القصف المدفعي والطيران المسير والألغام التي تحصد أرواح المدنيين بين فينة وأخرى، ورغم الوعود المتكررة التي تطلقها الشرعية وكذلك الأمم المتحدة بشأن تعز وفك الحصار عنها، إلا أن تلك الوعود لا تزال تمثل سرابا، خصوصا مع كسب الميليشيا فوائد الهدنة مقابل ضربها عرض الحائط بكل بنودها وعلى رأسها فك الحصار عن تعز. وفي تقريره الصادر مطلع يوليو المنصرم، وصف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان حصار تعز بأنه الأطول في التاريخ، مؤكدا أنه وثق مقتل وإصابة أكثر من 22,000 مدني في تعز خلال 8 أعوام. ورغم الهدنة الأممية إلا أن الجرائم الحوثية لم تتوقف، ولعل آخرها القصف المدفعي الذي استهدف القرى الآهلة بالسكان غرب تعز ما أدى إلى مقتل وإصابة 18 مدنيا، لتكون الجريمة شاهدا جديدا على وحشية الميليشيا وجرائمها رغم الهدنة الأممية. ووصفت منصة راديو KLTC في تقريرها المصور عن تعز أواخر يونيو الماضي بالمدينة المغطاة بثقوب الرصاص، مشيرة إلى أن تعز شهدت أسوأ ما في الحرب اليمنية من حرب وقتال ودمار وحصار، مؤكدة أن القناصة الحوثيون أرهبوا السكان لسنوات. وعلى الرغم من حال الهدنة الأممية في اليمن، إلا أن جرائم القنص الحوثية التي تستهدف المدنيين زادت، خصوصا في مناطق التماس والذي حول حياة سكان هذه المناطق إلى كابوس يهددهم بالموت في كل لحظة. ورغم سريان اتفاق الهدنة العام الماضي، فإن اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان أحصت مقتل وجرح 108 مدنيين بينهم 16 امرأة و23 طفلا في أعمال قصف وقنص متفرقة.
قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أونمها تخلت عن دورها وباتت مجرد غطاء لميليشيا الحوثية الإرهابية لخرق اتفاق ستوكهولم وارتكاب الجرائم بحق المدنيين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة. وأكد وزير الإعلام في تصريح لوكالة سبأ استمرار ميليشيا الحوثي في التنصل من تنفيذ اتفاق ستوكهولم وخرق بنوده وجلب تعزيزات عسكرية وإعلانها المتكرر عن إجراء تجارب صاروخية في البحر الأحمر انطلاقا من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وطالب وزير الإعلام الأمم المتحدة بنقل لمقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة أونمها إلى المناطق المحررة أو منطقة محايدة وعدم تركها رهينة لضغوط وابتزاز ميليشيا الحوثي وإصدار موقف واضح من التصعيد المتواصل الذي يهدد الأمن والاستقرار في اليمن والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب والأمن والسلم الإقليمي والدولي. أكد نادي المعلمين استمرار الإضراب حتى صرف المرتبات ووصول إشعارات لجميع الموظفين في حقل التربية والتعليم من مدرسين وتربويين وموجهين وإداريين ومحو الأمية وغيرها بإيداع أموالهم ومرتباتهم. وانتقد نادي المعلمين إصرار مكاتب التربية والتعليم في مناطق سيطرة الحوثي على العمل بخطة الطوارئ التي دمرت التعليم. وجدد نادي المعلمين الدعوة لمنتسبيه ومنتسبي النقابات التعليمية الأخرى وموظفي التربية والتعليم إلى تعزيز الإضراب وتوسيعه. وسخر النادي من الادعاءات الحوثية التي تقول إن مرتبات المعلمين لدى السعودية، بينما يستلم قادة الجماعة مرتباتهم من البنك المركزي بصنعاء. وأشاد النادي بتحركات النقابات التعليمية في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية الهادفة إلى انتزاع حقوق المعلمين والموظفين من ترقيات وعلاوات ومستحقات وغيرها. وقال إن التحركات النقابية التعليمية تثبت مرة أخرى تضامن التربويين والمعلمين مع بعضهم في جميع أنحاء البلاد. حالة من الرعب والتخطيط يعيشها لصوص المرتبات من قيادات الصف الأول في تنظيم الحوثي الإرهابي وسط تصاعد الثورة الحقوقية المطالبة بمرتبات الموظفين. نتابع. مطالبة الموظفين بمرتباتهم هي السبب في عرقلة صرفها. بهذه الخفة يفسر مجرم الحرب مهدي المشاط نهب جماعته للمرتبات، لعلمهم المسبق أن الموظفين سيطالبون بها بعد سنوات من انقطاعها. في هذا السياق تبدو جريمة قطع مرتبات الموظفين منذ العام 2015 فعلا حوثيا مدبرا لاتهام الموظفين الضحايا بعرقلة صرفها حالما طالبوا بها ولو بعد سنين. وهكذا تتخبط ميليشيا نهب المرتبات بين التفسيرات التي تدين بها نفسها والتبريرات التي تناقض فيها أكاذيبها التي تشكل لغتها الرسمية الناطقة بها. ما زالت ترن في ذاكرة اليمنيين الحية والحادة جدا نغمات العزف الحوثي على اسطوانة المعاناة الإنسانية من إغلاق ميناء الحديدة. قال المشاط الأشر يوما إن ما يسميه العدوان أغلق ميناء الحديدة لأننا نريد أن نصرف إيراداته مرتبات للموظفين. أغلق ميناء الحديدة لأننا خصصنا إيرادات هذا الميناء لصالح الراتب. بموجب اتفاق ستوكهولم 2018 وردت الميليشيا من عوائد الميناء أكثر من 200 مليار ريال كان يفترض صرفها للموظفين، لكن الميليشيا قامت بتمشيطها من الحساب الخاص بالموظفين لأرصدتها الخاصة. نفس المبلغ هو ما جنته الميليشيا من بركات اتفاق هدنة إبريل 2022 بنحو 200 مليار من الرسوم الجمركية العامة لشحنات المشتقات النفطية المخصصة مرتبات للموظفين. أين هي؟ في ظهوره الأخير تخبط المشاط الكذاب الأقرع بين مأزق المرتبات، فتارة يهدد بانتزاعها عسكريا من العدو الذي عليه أن يدفعها لأن الموظفين رعاياه بحسب اتهامه، ولأن مسؤولية الحوثيين هي فقط لا غير في جني الجبايات. وتارة أخرى يتحدث عن رفض الميليشيا عرضا ممن يسميهم العدوان بصرف المرتبات، مؤكدا أن جماعته هي من ستصرف المرتبات حماية للسيادة الوطنية من اختراقات الدعوم الخارجية التي لها ثمنها.
طالبت نقابة المعلمين اليمنيين بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات لعام 2005 بما فيه من مستحقات مالية وإطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية المتوقفة منذ العام 2014 بفوارقها المالية وبأثر رجعي. وجددت النقابة مطالبتها لرئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي بمنح المعلمين النازحين مرتباتهم بصورة منتظمة مع جميع مستحقاتهم من علاوات وتسويات. وقال أمين عام النقابة حسين الخولاني إن النقابة سلمت رسالة بمطالبها لمدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، وأكدت أن معاناة المعلمين بلغت ذروتها ولا يمكن التحمل أكثر. وكانت نقابة المعلمين نددت في وقت سابق بمعاناة المعلمين والمعلمات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثية الإرهابية جراء توقيف صرف مرتباتهم منذ أكثر من 7 سنوات، وأيدت إضراب المعلمين في تلك المناطق. تشن ميليشيا الحوثية حملة واسعة النطاق لاسترهاب الموظفين المطالبين بمرتباتهم المنهوبة ل8 سنوات بهدف إسكات أصواتهم التي ترتفع أعلى صدى ودويا في وجه الحوثيين الحرامية. نتابع. لم يعد لدى الموظفين ما يخسرونه بعد 8 حجج من نهب مرتباتهم وتجويعهم حد الإبادة الاقتصادية الجماعية. ولئن كسر الموظفون حاجز الصمت وصدحت الحناجر في زمن تكميم الأفواه وهيمنة صوت الصرخة الخامنئية الأوحد في مناطق سيطرتها، فقد شب السكان عن طوق الصبر إلى غضبة الحليم. وتظهر الكيفية التي تعاطت بها الميليشيا الإرهابية مع حراك المرتبات إنكارا حوثيا لحقوق الموظفين من أساسها، ينطلق من سياسة تجويع مؤدلجة بفتاوى الاستباحة الشاملة لغير الموالين لها. كما تظهر ردات الفعل الحوثية قبائح النزعة الطائفية الصفوية ووضع من يطالبها بحقه في فوهة الاتهامات الجاهزة، لدرجة تفسير إضراب المعلمين بالمؤامرة الكونية الكبرى ضدها. والمؤكد في ظل هذا اليقين الحوثي استحالة حصول الموظفين على مرتباتهم إذا تم صرفها عبر الميليشيا المتربصة به دائرة السطو مع سبق الترصد بأياد قد خبرت سرقتها من قبل أكثر من مرة. فالميليشيا العنصرية ترى في المرتبات غنائم حرب لمقاتليها، وتحدثت صراحة عن كون ميليشياتها في الجبهات أحق الناس بها. وبعد موافقتها الشفهية على صرف المرتبات بموجب كشوفات 2014، ألقت الميليشيا بصخرة عثرة أكبر عن سابقاتها المتمثلة في تشرط صرف مرتبات مقاتليها وأسر قتلاها في الحرب، إذ اشترطت دفع مبالغ المرتبات وفق الموازنة المالية للدولة في العام 2014، ما يعني أنها تنازلت عن السنبلة شريطة تسليمها حقل القمح كله. حيا رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح علي الجرادي المؤتمر الشعبي العام في صنعاء وكل أعضاء المؤتمر وكل جمهوري يمني في كل مكان. ووجه الجرادي في تغريدة على منصة إكس تحية خاصة للجمهوريين تحت سطوة الكهنوت، وقال إن هتافكم لليمن الكبير وعزف السلام الجمهوري أعاد لي الأمل بأن الجمهورية راسخة في وجدان كل يمني، وأن كل محاولات الميليشيا لدفن الجمهورية والعودة لعصر الكهنوت تبوء بالفشل. وأوضح الجرادي أنه تابع فعالية المؤتمر الشعبي العام في صنعاء بمناسبة 41 عاما على التأسيس، وخاطبهم بالقول: لستم متحوثين كما ينعتكم البعض، ولستم عملاء كما تصنفكم أذرع العمالة للملاري والعمائم السوداء، أنتم جمهوريون وكفى أبناء الميثاق الوطني. وأكد الجرادي أن ميليشيا الحوثي لم تستطع إذابتهم وانتزاع هوياتهم الجمهورية، فلجأت لوصفهم باليهود والعملاء. قال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح عدنان العديني إن ثورة 26 سبتمبر الخالدة حدث تحولي هو الأعظم في التاريخ اليمني. وأوضح العديني في تغريدة على منصة إكس بأن 26 سبتمبر يستمد عظمته من كونه فصل بين عهدين لا يتشابهان في شيء،
عهد الكهنوت والاستعباد وعهد الجمهورية والحرية. وأشار العديني إلى أنه يكفي أن نضع هاتين القيمتين أمام تلكما الرزيتين لنعلم عظمة 26 من سبتمبر. وبالتزامن استقبل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي شهر سبتمبر بحفاوة كبيرة، مؤكدين أنه شهر اليمنيين الذي ولدت فيه اليمن من جديد بعد طيها لتسلط الإمامة القائم على الدجل والكهنوت. أكدت قيادات فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة مارب تطلع الشعب اليمني لسلام عادل وشامل يقوم على المرجعيات الثلاث المعتمدة محليا وإقليميا ودوليا. وجددت فروع الأحزاب في مارب خلال لقائها المبعوث الأممي هانز جروبين وقوف الشعب خلف القيادة الشرعية وقراراتها في دعم جهود وقف الحرب وإحلال السلام الحقيقي الذي يؤسس لاستعادة الدولة التي تعمل بموجب الدستور وقوة القانون، ويكون الشعب فيها هو صاحب السيادة في اختيار من يمثله عبر صناديق الاقتراع، لا أن يكون يحكم بقانون الغلبة وخرافة الاصطفاء الإلهي لسلالة أو فئة بعينها. وأوضحت قيادة الأحزاب والقوى السياسية في مارب أن ميليشيا الحوثية الإرهابية لا تؤمن بالسلام وليس في أجندتها، مشيرة إلى أنها ترفع شعار السلام لتضليل المجتمع الدولي ولإعادة التحشيد وإطالة أمد بقائها وتجريف الهوية وتفخيخ عقول الأجيال خدمة للمشروع والأجندة الإيرانية. الباحث محمد راجح جعدان واحد من جرح الجيش الوطني، فقد رجليه بلغم حوثي لكنه لم يفقد إرادته التي دفعته لمواصلة دراسته العليا والحصول على درجة الماجستير في العلوم السياسية، ليؤكد أن أبطال الجيش الوطني قادرون على تذليل الصعب وقهر المستحيل. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، لم يثنه الجراح ولم تقعده الإعاقة ولم يكسره المرض، فمحمد الذي اعتاد على المركز الأول في مراحله الدراسية المختلفة أبى إلا أن يظل متفوقا برغم إصابته في معارك الدفاع عن الجمهورية بعد إصابته بلغم حوثي وبتر إحدى رجليه وتضرر الأخرى ضررا بالغا، ضرر لم يصل إلى إرادته التي أهلته للحصول على درجة الماجستير في العلوم السياسية من معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية. أردت من خلال هذا العمل أن أوصل رسالة للداخل والخارج أننا كشباب يمني نمتلك مشروعا وطنيا يمنيا متنورا يتمسك بالأمل إلى آخر لحظاته، وأن هذا المشروع يجيد الاندماج في محيطها الإقليمي والدولي ويساعد على الأمن والاستقرار العالميين، ورغم الجراح سنبدع ورغم الألم سنتعلم ورغم قساوة الظروف إلا أننا سنبذر بذور التفاؤل والأمل، ولن تثنينا الألغام الحوثية ولا الصواريخ الإيرانية، وسنجعلها مشاعل تنير لنا الطريق لنبني يمنا حديثا يتسع لكل أبنائه. حين أصيب محمد راجح جعدان في معارك مواجهة ميليشيا الكهنوت الحوثي كان يحضر الماجستير في جامعة إقليم سبأ، لكن جراحه ألزمته السفر إلى مصر للعلاج فغاب عن الوطن، ولم تغب همته العالية التي دفعته لمواصلة دراسته على كرسيه المتحرك لينال الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته الموسومة بالدبلوماسية الاقتصادية للولايات المتحدة والصين في المنطقة العربية وأثرها على اليمن. أشعر بسعادة بالغة جدا في مناقشة رسالة الماجستير للباحث المتميز والمناضل الكبير الذي قدم البحث في ظروف علاجية صعبة، مكتور القدمين، يعاني من ظروف كبيرة جدا، فأنا عدت هذا الأخ مدرسة ونموذج للصبر والتحدي والعزيمة. يصر جعدان على قهر ظروفه الصحية ومواصلة دراسته العليا ليؤكد أن العزيمة سلاح أمضى من سلاح الميليشيات، وأن أبطال الجيش الوطني مشاريع حياة سواء حملوا البندقية أو القلم، فالوطن يحتاج للعلم كما يحتاج للبطولة والفداء. محمد القليصي لقناة سهيل. اعتدى مشرف حوثي بالضرب الوحشي على طالبة في إحدى المدارس الحكومية في منطقة أرحب شمال العاصمة المختطفة صنعاء،
وقالت مصادر حقوقية إن المشرف الحوثي المدعو طائف عبد الله سعد محسن اقتحم مع زوجته وأخته مدرسة حكومية في قرية يحيص بمنطقة أرحب، وقاموا بضرب الطالبة جوارح الحمزي بطريقة وحشية على خلفية تبادلها الحديث مع زميلتها ابنة المشرف الحوثي. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه والدة الطفلة تتحدث عن تقديمها بلاغات إلى قسم الشرطة وإلى الجهة الحوثية التي تنتحل صفة وزارة التربية والتعليم، لكن دون فائدة. قالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين إنها رصدت تعرض أكثر من 1784 مدنيا للإخفاء القسري، معظمهم في مناطق سيطرة الحوثي لفترات متفاوتة تتراوح ما بين شهرين إلى 5 سنوات متواصلة، من بينهم 34 امرأة و64 طفلا خلال الفترة من 21 من سبتمبر 2014 وحتى يوليو 2023. قالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين خلال إحاطتها الدورية حول ضحايا الاختفاء القسري أن قرابة 1632 مخفية خرجوا بحالات نفسية صعبة وعاهات بدنية نتيجة التعذيب الممنهج داخل السجون في ظل انعدام أي مراكز لتأهيلهم وإعادة دمجهم بالمجتمع. وذكر رئيس الهيئة رضوان مسعود أن جماعة الحوثي تحتل المرتبة الأولى بواقع 1585 حالة اختفاء قسري، تلتها قوات المجلس الانتقالي بواقع 103 حالات اختفاء قسري، وجهات مجهولة أخرى بواقع 42 حالة اختفاء قسرية في مناطق متفرقة من البلاد، ثم قوات الحكومة المعترف بها دولية بواقع 32 حالة اختفاء. وحمل مسعود تنظيم القاعدة المسؤولية عن 22 حالة اختفاء قسري، ولا يزال 152 مدنيا مخفيا في السجون إلى هذه اللحظة، تتحمل جماعة الحوثي المسؤولية عن 87 حالة اختفاء قسري، وقوات المجلس الانتقالي بواقع 62 حالة اختفاء، ثم قوات الحكومة المعترف بها دوليا بواقع 3 حالات اختفاء قسرية. كما رصد فريق الهيئة عثور الأهالي على جثث 16 مخفيا قسرا لدى جماعة الحوثي في مقبرة جماعية بمحافظة عمران خلال يوليو الماضي، ولا يزال فريق الهيئة يسعى لاستكمال توثيق هذه الجريمة. وأشار رضوان مسعود في إحاطته إلى أن المرأة أكثر من تتحمل وطأة الصعوبات الاقتصادية الخطيرة التي عادة ما تصاحب حالات الاختفاء القسرية، وقد تتعرض المرأة عند قيامها بذلك للمضايقات والاضطهاد والانتقام، فيما يعاني أهالي وأقارب الأشخاص المختفين قسرا من عدم وجود أي معلومات عن أقاربهم المفقودين، مما يزيد من معاناتهم ويتركهم في حالة من القلق والانتظار الطويل، فضلا عن فقدان عائلهم الوحيد أحيانا. واختتم مسعود بعدة توصيات وجهها إلى جميع أطراف الصراع في اليمن، من أهمها الإفصاح والإفراج عن جميع المخفيين قسرا وعلى رأسهم السياسي المخضرم محمد قحطان. وأهاب مسعود بمنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان تكثيف جهودها في تعزيز الوعي حول ظاهرة الاختفاء القسري وأثرها على الضحايا وأسرهم، وتوفير الدعم القانوني والمشورة القانونية للضحايا وأسرهم. ضبطت الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة 26 متهما على ذمة قضايا جنائية خلال 24 ساعة. وأوضح موقع وزارة الداخلية أنه تم ضبط المطلوبين في كل من حضرموت، الساحل، ومارب، وتعز، وعدن، والضالع، وشبوة، والمهرة، وحضرموت الوادي. وأشارت الداخلية إلى تنوع القضايا المضبوطة بين السرقات والإيذاء والاعتداء على أملاك الغير، بالإضافة إلى انتهاك حرمة مسكن وخيانة أمانة ومقاومة سلطات ومواد مخدرة ونصب واحتيال وإضرار بالمال العام وتزوير محررات رسمية وتبادل إطلاق نار. وأوضح موقع الداخلية استمرار الشرطة في محافظات عدن وتعز وحضرموت الساحل ومارب والضالع وشبوة والمهرة في عملية المتابعة والتحري للوصول لمرتكبي 14 قضية جنائية.
نفذت شرطة محافظة تعز ليلة أمس انتشارا أمنيا واسعا وأعلنت عن حظر حركة الدراجات النارية في مركز المحافظة من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحا. وقالت شرطة تعز في بيان نشره مركز الإعلام الأمني بأن الحملة تأتي ضمن خطة الانتشار الأمني الذي تنفذه الأجهزة الأمنية بمختلف الوحدات الأمنية لخلق جو أمني مستقر حفاظا على السكينة العامة وملاحقة المطلوبين أمنيا. ونقل البيان عن مساعد مدير شرطة محافظة تعز لشؤون الأمن العقيد نبيل الكدهي قوله إن الحملة الأمنية عازمة على المضي قدما في بسط نفوذ الدولة والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المدينة واستقرارها. يعاني مرضى الفشل الكلوي في تعز من انتهاء مواد الغسيل منذ أيام، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر في ظل مطالبته لمجلس القيادة والحكومة والسلطة المحلية بسرعة العمل على إقامة حلول جذرية تضمن ديمومة عمل مراكز الغسيل الكلوي. متابع. مرضى الفشل الكلوي بمستشفى الثورة نفذوا وقفة أمام القسم يوم الخميس الماضي للمطالبة بتوفير مواد الغسيل التي تعتبر لهم حياة وبغيرها الموت لا محالة. مراكز الغسيل بشكل عام على مستوى تعز وكان الثورة والجمهورية وخليفة يعانون من نقص حاد وشديد من المواد والمستلزمات الأساسية لإعطائهم الجرعة الكافية للغسلة العلاجية الأساسية. طبعا المشكلة تكمن هنا في النفقات التشغيلية. نحن دائما نعالج هذه المشكلة من باب الفرص والحلول الجزئية التي أيضا نأتي ونقع فيها مرة أخرى. رسالتنا للمعنيين وعلى مستوى الدولة بشكل عام أن يكون هناك نفقات تشغيلية كافية ومناسبة لكل مراكز الجمهورية وليس فقط مركز غسيل الكلوي في هيئة مستشفى الثورة. بتوجيهات عليا من رئاسة الجمهورية أنا والأستاذ خالد وكيل الموارد والأخ مدير عام مكتب الصحة لتفقد مراكز الغسيل. طبعا شحة المواد والمستلزمات في مراكز الغسيل الكلوي في عموم الجمهورية اليمنية بدت منذ بداية الحرب، وذلك بما قامت به ميليشيا الحوثي من هدم جميع أطر الدولة، وعلى أمل أن تتعافى هذه المشكلة باعتماد موازنات تشغيلية من قبل وزارة الصحة ووزارة المالية لمراكز الغسيل الكلوي مستقلة تماما عن موازنة المستشفيات لكي تغطي هذا العجز. تحركت السلطة المحلية اليوم ومعها مكتب الصحة إلى المستشفى بعد توجيهات عاجلة من رئاسة الجمهورية بتوفير مواد الغسيل الكلوي على وجه السرعة، معلنين أن هذا من واجب السلطة المحلية وخاصة لهذه الفئة الضعيفة التي لا تحتمل التأخير أو التأجيل، مطمنين المرضى بالقسم أن هذا الأمر لن يتكرر. والقسم يؤدي دوره وما فيش أي إشكال، هذا الإعلام يكبر المشاكل لا نعرف كيف، أما إنما المستشفى قائم ومواد الغسيل الكلوي متوفرة واللي مش موجود بيتوفر، ونحن قادرين نتحمل مسؤولية نفس السلطة المحلية، ونقول هذا الكلام وعد للأمراض ولكم وللجميع، ما فيش أي إشكال قائم في المستشفى. يجب ألا تصل هذه المشاكل إلى المرضى نظرا لحالتهم النفسية والجسدية، فتتأثر نفسياتهم المتعبة والمتفرغة للغسيل 3 مرات بالأسبوع، كون الغسيل حياتهم المرتبطة ببقية أعمارهم. يعد قطاع التعليم من أكثر القطاعات التي تعرضت للتدمير والاستهداف من قبل ميليشيا الحوثية في مديرية التعزية بتعز. مدرسة أبو عبيدة التابعة لمديرية التعزية كانت تعمل لفترتين وتحوي أكثر من 1500 طالب وطالبة للسنة 9 على التوالي، وهي مغلقة كونها تقع على خط النار وتتعرض للاستهداف المتواصل من قبل الحوثي. كان أكثر الدمار وتعرضت له المؤسسة التربوية والتعليمية هي كان في مديرية التعزية. هناك 8 مدارس دمرت تماما وغلقت إلى الآن، ومئات الطلاب مشردين خارج طبعا احنا عدد مدارسنا 128 مدرسة حكومية و44 مدرسة أهلية. يعمل معنا 128 ألف طالب وطالبة في المدارس. معنا عدد من الموظفين 4208 موظف بين موجهين، الكادر كامل يعني التربوي التعليمي. لكن هناك تدمير للمباني، واليوم يعملوا على تدمير العقول والأفكار داخل هذه المدارس. صح قد يوجد المبنى، لكن المنهج اليوم يعمل على تدمير
ثقافة وعقيدة الطلاب في المدارس، والميليشيا عمدت الآن إلى طبع ملازم وخاصة في مادة التربية الوطنية. الكثير من المدارس بمديرية التعزية التي تحوي 172 مدرسة تعرضت للتدمير والتوقيف والتخريب المتعمد مع كل أثاثها، وشرد آلاف الطلاب مثلما شرد السكان من هذه المديرية التي تحيط بمدينة تعز من ثلاثة اتجاهات. ليس بغريب أن تقوم ميليشيات الحوثي بهدم مدرسة سواء بالسلاح أو الشوالات، فكلاهما سواء. ليست المدرسة الوحيدة على مستوى تعز، أما على مستوى الجمهورية فأعداد مهولة. أعتقد وردت في تقرير لوزارة التربية والتعليم أعداد خيالية، ولكن على مستوى تعز يعني 48 مدرسة دمرت حتى الأساس، يعني حتى قواعد البناء الموجودة تحت التراب اهتزت من أثر الانفجارات والألغام التي دمرت هذه المدارس. يعني ما يقرب من 294 مدرسة هذه يعني دمرت أجزاء كبيرة منها. أما ما يتعلق بالتجريف فتم تجريف ما يزيد عن 400 مدرسة، تم تجريف كل ما فيها إلى درجة الأبواب، إلى درجة مفاتيح الكهرباء، الأسلاك التي داخل مواصير الكهرباء يعني سحبت. هذا التدمير الممنهج هو عنوان هذه العصابة بأنها لا يمكن أن تحكم إلا على الجهل. ميليشيات الحوثي الإرهابية تدمر المدارس وتحاول تدمير عقيدة وأفكار الطلاب وتحريف هويتهم الإسلامية لصالح مشروعها الفارسي والمناطقي، وتوجه سهامها للتربية الوطنية لتبني تربية طائفية رفضها اليمنيون بثورة 26 من سبتمبر ولا زالوا يرفضونها إلى اليوم. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي على أهمية تركيز هيئة التشاور والمصالحة على القضايا الرئيسة المتسقة مع طبيعة الظروف الاستثنائية التي فرضتها حرب ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني على الشعب اليمني ومكاسبه ومصالحه الوطنية. جاء ذلك خلال لقائه برئيس هيئة التشاور والمصالحة ونوابه والاستماع إلى إحاطات حول عمل الهيئة خلال الفترة الماضية وبرامجها المستقبلية في المصالحة والعدالة. وأشاد الرئيس العليمي بجهود هيئة التشاور ودورها المساند للمجلس، مؤكدا الحرص على تعزيز حضورها الفاعل في تقريب وجهات النظر وتجسير الثقة بين كافة المكونات الوطنية. ثمن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح دعم دول مجلس التعاون الخارجي لليمن في كل المجالات عبر المؤسسات الإغاثية والإنسانية الفاعلة باليمن، وشدد على أهمية استمرار الدعم وفاعليته لإسناد الخدمات الصحية. جاء ذلك أثناء استقباله الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي والوفد المرافق له في العاصمة المؤقتة عدن. وزار الوزير بحيبح والبداوي مستشفى عدن العام ومركز القلب العاصمة المؤقتة عدن، مطلعين على الخدمات المقدمة في المستشفى ودوره في خدمة المواطنين، وعقدوا لقاء مع المنظمات الخليجية الشريكة بالعمل الطبي الإنساني والإغاثي باليمن لبحث المشاريع الراهنة والمستقبلية. من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن المجلس ودوله تقف على مع اليمن وتلبية احتياجاته وستكون معه في كل الظروف. أكدت منظمة الصحة العالمية رصد 413 حالة وفاة بالحصبة في اليمن ونحو 34 ألف إصابة بذات المرض خلال 7 أشهر. وأعربت منظمة الصحة عن قلقها إزاء ازدياد الحالات المصابة بالحصبة والحصبة الألمانية من بين أطفال اليمن. وأشار البيان إلى أن المنظمة تعمل مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية والشركاء لزيادة الدعم لتدخلات التطعيم الروتينية. رصدت منظمة الصحة العالمية 413 حالة وفاة بالحصبة في اليمن ونحو 34 ألف إصابة بذات المرض خلال 7 أشهر.
وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء ازدياد الحالات المصابة بالحصبة والحصبة الألمانية بين أطفال اليمن، وبلغ عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالحصبة والحصبة الألمانية منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يوليو تموز الماضي 34,300 وفق البيان. وأوضح البيان أن حالات الوفاة المسجلة في العام الجاري بلغت 413 وفاة مقارنة بنحو 27,000 إصابة و220 وفاة في العام 2022. وأشار البيان إلى أن المنظمة العالمية تعمل مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية والشركاء لزيادة الدعم لتدخلات التطعيم الروتينية. وعلى مدى الأشهر الماضية شنت ميليشيات الحوثي حربا مفتوحة ضد اللقاحات الطبية للأطفال ومنعت المواطنين من تلقيح أبنائهم وسط تفشي عدد من الأوبئة، وهو ما دفع الحكومة اليمنية ومنظمات دولية للتحذير من الإجراءات الحوثية القاتلة. بعث المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في محافظة الضالع برقية عزاء ومواساة إلى أبناء وأشقاء الفقيد صالح عبدالله المريسي، واحد من القيادات المؤسسة للإصلاح في منطقة مريس ومديرية قعطبة، وواحد من رواد العمل الخيري والدعوي والتربوي. وأشاد إصلاح مريس في بيان النعي بمناقب الفقيد وإسهاماته في العملية التعليمية بالمنطقة وبصماته في نشر الوعي والعلم والمعرفة وفعل الخير. واعتبر إصلاح مريس رحيل الفقيد مسعد خسارة كبيرة على المنطقة، وتوجه إلى الله بالدعاء وأن يرحم الفقيد وأن يتقبله في الصالحين وأن يجبر قلوب أهله ومنطقته ومصاب فرع الإصلاح والوطن برحيله. بمشاركة العديد من المؤسسات المدنية أقيم في العاصمة المؤقتة عدن فعالية لمكافحة العنف الرقمي، وهدفت الفعالية إلى تعزيز التوعية بمخاطر هذه الظاهرة على الفرد والمجتمع. نظمت مبادرة مجتمع واحد للخدمة الإنسانية والمجتمعية يوم أمس بمحافظة عدن فعالية حملة مناصرة لمكافحة العنف الرقمي بمشاركة العديد من المؤسسات والمبادرات المجتمعية. نجتمع هنا اليوم لحضور فعالية حملة مناصرة لمشروع العنف الرقمي للمطالبة بمجموعة من المطالب التي خلصنا إليها بعد تنفيذ عدد من الجلسات والأنشطة منذ شهر مايو لحد أغسطس 2023. تمثلت هذه المطالب بإنشاء غرفة عمليات متخصصة في كل مديرية من مديريات محافظة عدن، كذلك إنشاء مراكز دعم نفسي مؤهلة لاستقبال هذه الحالات، ومن ضمن المطالب أيضا زيادة عدد المتنفسات والحدائق للشباب والأطفال والنساء، وكذلك أيضا زيادة نشرات الوعي في المؤسسات الحكومية والثقافية الخاصة في المديريات وفي محافظة عدن بشكل عام. وهدفت الفعالية التي تخللها العديد من الفقرات الترفيهية والفنية والكلمات إلى رفع الوعي المجتمعي حول خطورة العنف الرقمي وآثاره السلبية على الأفراد والمجتمع، والعمل على مكافحته بكل الطرق الممكنة، إلى جانب تعزيز دور الشباب في مكافحة العنف الرقمي وضرورة مشاركتهم في حملات التوعية والتثقيف حول هذا الموضوع. ويعد العنف الرقمي القائم على النساء شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، ويمكن أن يكون له تأثير مدمر على حياة النساء والفتيات نتيجة لتنوع أساليبه من مضايقات وتنمر وابتزاز وتهديد وتحريض بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة. أنا الرحمن العفوري لقناة سهيل الفضائية عدن. اختتم اليوم في عدن مخيم العون الجراحي الممول من العون المباشر بالشراكة مع منظمة ميد جلوبال وتنفيذ مؤسسة نهد التنموية وبالتعاون مع مستشفى 22 من مايو الجراحي. وخلال فترة المخيم تمت معاينة أكثر من 1000 حالة مرضية تم تسجيلها ثم معاينتها في عيادات جراحة الأطفال وترقيع طبلة الأذن والشفة الأرنبية، ثم عمل الفحوصات المجانية اللازمة لتلك الحالات وفرز التي تحتاج إلى تدخل جراحي، وعمل العمليات المختلفة لها بإجمالي 300 عملية جراحية خلال المخيم.
وقعا بمدينة سيئون على مذكرة تفاهم بين جمعية القرآن الكريم بوادي حضرموت وجمعية الفرقان لخدمة القرآن بحضرموت. يأتي توقيع هذه المذكرة ضمن المساعي التي تبذلها الجمعية لتعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة من أجل تطوير العمل القرآني والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة للجمعيتين. ونصت المذكرة على أن يتعاون الطرفان في تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة القرآنية والاستفادة من التجارب المتميزة في العمل القرآني بهدف تشجيع التجارب الرائدة ونشرها. افتتح صندوق صحة مهري في مدينة الغيضة صيدلية لمساعدة الأسر الفقيرة والمتعففة بدعم من السلطة المحلية ورجال الأعمال والخيرين من أبناء المحافظة. وقال القائمون على المشروع إن الصيدلية ستقدم خدماتها العلاجية بشكل مجاني للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة والحالات الفقيرة والمعوزة ضمن جهود صندوق صحة مهري ومشاريعه الصحية لتخفيف معاناة المرضى. وأعرب القائمون على المشروع عن أملهم في أن تحظى الصيدلية بالدعم المتواصل حتى تستمر في تقديم خدماتها للمرضى الذين يعجزون عن شراء العلاجات نتيجة وضعهم المعيشي المتردي. في هذا اليوم تم تدشين افتتاح صيدلية صحة مهري بتمويل من صندوق صحة مهري الذي تقدم خدمات للمرضى كانت الأمراض المستعصية، الأمراض القديمة أو الأمراض العادية، وتأتي هذه الصيدلية ضمن خطة صندوق صحة مهري للدعم الصحة، الدعم المرضى وخاصة المصابين بالأمراض المزمنة. طالب المجتمع المهري بشكل عام سكان محافظة المهر أن يدعموا هذه الصيدلية ويتعاملوا معها، لأنه التعامل مع هذه الصيدلية بحد ذاته صدقة. هذه الصيدلية بتكون مجانية للأمراض المزمنة والأسر المحتاجة. بالنسبة لباقي الحالات مدعومة، يعني مدعومة الدعم قوي إن شاء الله بإذن الله، ونحن نطمح إلى المزيد إن شاء الله بإذن الله. وزع اتحاد نساء اليمن بمدينة التربة في تعز حقائب التمكين الاقتصادي للنساء المتمكنات ضمن مشروع تقديم خدمات الحماية للنازحين والمجتمعات المضيفة. يأتي ذلك ضمن مشروع دعم سبل العيش والتمكين الاقتصادي للمرأة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث استهدف المشروع 40 أسرة من النازحين والمجتمع المضيف بمديرية الشمايتين والمعافر. هدف المشروع إلى تقديم خدمات حماية مباشرة إلى النازحين والمجتمع المضيف، وكان أحد مخرجات هذا المشروع هو تمكين عدد 40 امرأة في مجالات الخياطة، الإكسسوارات، المعجنات، وأيضا الريزون وصناعة البخور. هذا المشروع ينفذه اتحاد نساء اليمن، ربما ليس الأول ولن يكون هو الأخير، لأن اتحاد نساء اليمن ينفذ عديد من المشاريع التي تهتم اهتمام تام بالمرأة، وأيضا في اعتماد على الذات وتقوية الصمود لديهن من أجل إعالة أسرهن وعدم الاعتماد على المساعدات الإنسانية الأخرى. نحن في السلطة المحلية والمجلس المحلي مدير الشمتين ندعم مثل هذه المشاريع التي تدعم الأسر المنتجة والأسر التي تعتمد على نفسها، ونحن في السلطة المحلية ندعم مثل هذه المشاريع في ظل هذا الوضع والحرب الموجودة الذي أشعلها الحوثي والذي أثر تأثير كبير على الشعب اليمني. ولكن من خلال هذا البرامج وهذه الدعم وهذه المساعدات، طبعا الشعب اليمني لن يستسلم لهذه الخرافة، وإنه ماضي في طريق لتحقيق كل ما يصبح إليه وتحرير اليمن من هذه العصابة من خلال هذه الأيادي التي تعمل وتعتمد على نفسها إن شاء الله. وندعو كل المنظمات التي تدعم هذا الجانب وتدعم هذا الجانب وتدعم هذه الأيادي التي تعتمد على نفسها. اختتمت في عتق بمحافظة شبوة فعاليات المخيم الصيفي للفتيات، والذي نظمه مكتب الشباب والرياضة بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ولمدة 15 يوما. وتلقت 105 مشاركات من الفتيات بمدينة عتق جملة من المعارف النظرية والتدريبات المهنية في مجال الخياطة والحاسوب ودروس التقوية في المواد العلمية.
ونوه وكيل المحافظة أحمد الدغاري بمستوى مشاركة الفتيات ودور هذه المراكز في إكسابهن مهارات مهنية مفيدة. بدورها أشادت مديرة المركز زمزم محمد بمستوى انضباط المشاركات في المركز، معربة عن تقديرها لتفاعلهن مع مختلف برامجه. تستعد أندية المهرة للمنافسة للعبة الشطرنج للمشاركة في بطولة أندية الدرجة الثانية التي ستقام بالمحافظة خلال الأيام القادمة. نتابع. بمشاركة محترفي أندية المحافظة في لعبة الشطرنج والتي استمرت لعدة أيام، تصدر نادي خيبل المركز الأول في مساح الكان وصيفا لهذه البطولة التي نفذت بإشراف من اتحاد الشطرنج بالمحافظة. منافسة برزت فيها مهارات المشاركين في أهم بطولة داخلية لإعادة هذه اللعبة للواجهة بعد أن ظلت مغيبة في السابق، وما يقابلها من حضور للبطولات الرياضية الأخرى ككرة القدم. شغف هؤلاء بهذا النوع من الألعاب جعل الكثير منهم يقطعون مسافات طويلة من مديريات المحافظة لإبراز الخبرات التي اكتسبوها طيلة الفترة الماضية ومحاولة تحقيق الصدارة، وإن كانت أنديتهم تعمل بإمكانيات محدودة. نادي خيبل هو المصنف الأول طبعا في لنيل لقب البطولة، هو يعني بحكم أنه خلال السنوات السابقة البطولة السابقة كان نادي خيبل هو المسيطر على الأندية. نشكر الأخوة في اتحاد الشطرنج بالمحافظة والأخوة في مكتب الشباب والرياضة على اهتمامهم بلعبات الشطرنج. هذه البطولة تضم مجموعة من أندية المحافظة، ونشاهد يعني كل الفئات العمرية تقريبا مشاركة في البطولة. فإنجاح هذا الحدث الرياضي لم يقتصر إلا على الجهود المحلية، والذي يأتي ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة أندية الدرجة الثانية التي ستقام بالمحافظة خلال الأيام القادمة. استعدادات بطولة الدرجة الثانية التي ستقام في الأسابيع القادمة في عاصمة محافظة المهرة مدينة الغيضة. طبعا البطولة هذه بطل البطولة راح يكون متواجد من ضمن الأندية في الدرجة الثانية. البطولة تأتي بدعم ورعاية كريمة من السلطة المحلية ممثلة بالأستاذ محمد علي ياسر، والبطولة شاركت فيها لحد الحين 6 أندية من أندية المهرة من 12 نادي موجود في المحافظة بعدد ما يقارب 30 لاعب شطرنج. تجهيزات لصقل مهارات اللاعبين تتطلب من وزارة الشباب والرياضة النظر إلى محافظة المهرة ولقطاعها الرياضي الذي يعاني من غياب الإمكانيات رغم حضوره الفاعل في مختلف البطولات. أحمد الحرازي لقناة سهيل، محافظة المهرة. نظمت مؤسسة إبداع للبيئة والتنمية المستدامة بالتنسيق مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية رائد في مدينة زنجبار بمحافظة أبين اللقاء الحواري الوطني الأول في إطار التحضير للمؤتمر 28 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ كوب 28 والمزمع عقده نهاية شهر نوفمبر القادم في دولة الإمارات. وقال منسق الشبكة العربية للبيئة والتنمية الدكتور ياسر باعزب إن اللقاء ركز على الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية في دعم الجهود الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية، خصوصا أن بلادنا كانت واحدة من البلدان المتأثرة بالتغيير المناخي. دشن المنتخب الوطني لتنس الطاولة معسكرا إعداديا في العاصمة المصرية القاهرة تمهيدا للمشاركة في الدورة الأولمبية 19 والتي تستضيفها الصين خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 8 من أكتوبر المقبل. وتتكون بعثة المنتخب من 4 لاعبين هم إبراهيم جبران وعمر الكدس ومجد الذبحاني وعبد الرحمن اليفاعي والمدرب نشوان الحمادي. ويجري المنتخب تمارينه بصالة الاتحاد المصري للعبة على فترتين صباحية ومسائية وبمشاركة لاعبي المنتخب المصري. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. ردا على التصعيد الحوثي المستمر في تعز، قوات الجيش الوطني تستهدف مواقع ميليشيا الانقلاب في عصيفرة.
نادي المعلمين يعلن استمرار الإضراب في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، والنقابة تقول إن المعاناة المعيشية بلغت ذروتها. صيدلية في المهرة تقدم العلاج مجانا للمصابين بالأمراض المزمنة بدعم من صندوق صحة مهري. في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في رعاية الله.